والوقوف على الموقف الأمني. بينضم لنا أيضا هاتفيا السيد اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية للأمن العام. مساء الخير يا فندم. أهلا بيك. يا ريت تطمننا يا فندم على يعني تعاملتوا إزاي مع طلبة الإخوان وأفراد الإخوان اللي حاولوا دخول ميدان التحرير اليوم. زي ما حضرتك شايفت صورة باينة، فركت تم السيطرة الكاملة وفرض السيطرة الكاملة على ميدان التحرير ومحاوره. كانت وزارة الداخلية كانت صرحت بمظاهرة للناشط أحد النشطاء في حركة 6 إبريل اللي استغلها الإخوان للدخول إلى ميدان التحرير، وبدأوا يجمعوا من باقي المحافظات والمناطق القريبة من القاهرة عشان يجوا يعتصموا في ميدان التحرير. وبدأوا يظهروا علامات رابعة وبعض صور الرئيس المعزول، وهناك كان بعض الخيام كانوا بيحاولوا ينصبوها في الميدان تمهيدا للاعتصام بداخل الميدان. قلنا مرارا وتكرارا لن نسمح بأي اعتصامات في أي ميدان من ميدان مصر، ولن نسمح بنشر الفوضى مرة أخرى. تعاملنا مع الموقف سريعا وبحرفية شديدة، وأعتقد أن كل المشاهدين شافوا كيفية تعامل قوات الأمن مع هذه التظاهرة وكيف تم فضها دون حدوث أي خسائر وطبقا للقانون، وتم فرض سيطرة كاملة على ميدان التحرير. نعم، يعني حضرتك بتقول ان هم استغلوا الموقف ان حضراتكم صرحتوا بمظاهره لناشط في 6 ابريل بالظبط، وجاءوا من كافه المحافظات، او كان في دعوه من كافه المحافظات للاخوان انهم ياتوا الى ميدان التحرير. اتحركوا طلبه الاخوان من جامعه القاهره وبعض الجامعات الاخرى زي جامعه الازهر، وبداوا يتصلوا بالتليفونات، واعتقد ان حزب الحريه والعداله بدا يطلع على الموقع بتاعه ومناشده لكل الاخوان يتواجدوا على ميدان التحرير. تشارك وزارة الداخلية هذا المخطط، فتم التعامل معه فورا وفرض القانون وفرض الأمن في ميدان التحرير والمحيط. طيب يعني أنتم يا فندم كوزارة الداخلية هل تواصلتم مع من دعا للتظاهرة محمد عادل من شباب 6 إبريل؟ أعتقد تم التواصل معاه، وهو نفع أن يكون سمح لحد من الإخوان بالتواجد. نحن بنترقب الموقف تماما ولن نسمح مرة أخرى بخرق القانون مهما كانت الدوافع ومهما كانت الذرائع. طيب كان في موقف تاني قبل ميدان التحرير صباح اليوم يا فندم عند جامعة القاهرة، وكان في إحراق لسيارة شرطة أمام جامعة القاهرة، قام الطلبة القوات الأمن إزاي مع هذا الأمر؟ لا، احنا لم نتعامل مع هذا الامر، لكن ده يدلك قد ايه قد السلوك العدواني لبعض طلبه الاخوان اللي كانوا موجودين بدعوى مسانده او تابين احد زملائهم، وبالمناسبه مش ليس اخوانيا، لكن هم بيستغلوا اي فرصه عشان يتواجدوا في الشارع ويعتصموا ويخلوا بالامن العام. أحدنا كل الخدمات اللي كانت موجودة في محيط الجامعة النهاردة للسماح لهم بالتعبير عن غضبهم، لكن الفوضى ما زالت هي الفوضى. عندما شاهدوا سيارة شرطة قاموا بإضرام النار فيها، هذا يدل على السلوك العدواني الذي تنتجه هذه الجماعة. نعم. وأعتقد أن ده خير شاهد، ليست هناك قوات شرطة ولم نتعامل معهم، ومع ذلك استوقفوا احدى سيارات الشرطه التي يقودها احد المجندين وقاموا باضرام النار. طب يعني كان في استغراب ايضا يا فندم، ازاي انسحبت قوات الامن من محيط ميدان النهضه؟ احنا قلنا ندي فرصه للطلبه، طلبه كليه الهندسه وباقي كليات جامعه القاهره للتعبير عن حزنهم لمقتل زميلهم، لكن الاخوان هم الاخوان يستغلون كل الفرص لاحداث القلاقل الواحد وتمكين مشروعهم ومخططاتهم. استغلوا هذه الفرصة أن ليست هناك قوات شرطة موجودة في محيط الميدان، وتعدوا على إحدى سيارات الشرطة التي كانت تمر مرورا عابرا في أحد محاورها. طب احنا كان معنا يا فندم السيد نائب رئيس جامعة القاهرة في اتصال هاتفي في الحياة الآن، وأكد لنا أن جامعة القاهرة غير مسؤولة عن الطلبة اللي موجودين خارج حرم جامعة القاهرة، الأمن فقط هو من يتعامل معهم. هل ألقيتم القبض على أي طلبة خارج السور؟ لا لا لا، لن نلقي القبض اليوم خالص على اي طلبه من الطلبه. زي ما قلت لحضرتك احنا سمحنا لهم انهم يعبروا عن غضبهم، ومع ذلك قمنا بسحب القوات من محيط الجامعه
لكننا لم نقم بالقبض على اي طالب اليوم في فعاليات جامعه القاهره. طيب اسمح لي يا فندم اعود مره اخرى الى المشهد في ميدان التحرير. زميلي محمد بهاء كان بيقول ان في طلبه من الاخوان كانوا متجمعين حاليا بعد فض قوات الامن لهذه التظاهره داخل ميدان التحرير، متجمعين عند قصر النيل. يعني الموقف ايه في هذه المنطقه؟ لا انا اعتقد ان الامور كلها تحت السيطره الكامله، ليست هناك تجمعات. في مجموعه من اعضاء 6 ابريل في ميدان طلعت حرب حوالي 100 شخص هناك، اما في ميدان التحرير فلا يوجد اي متظاهر حاليا في ميدان التحرير. طب هل القيتم القبض على اي فرد داخل ميدان التحرير في بعد الفض؟ اعتقد قبل ان الوزاره تصدر بيانا بعد قليل نتوضح فيه كل الملابسات التي حدثت اليوم بميدان التحرير. أنا بشكرك شكرا جزيلا السيد اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية للأمن العام.